لا تنسى اشترك الآن. السلام عليكم، أنا مصطفى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخوتي في حلقة جديدة وحلقة ثانية من سلسلة تاريخ الجزائر وشمال إفريقيا اللي بديناها في الحلقة الماضية بالحلقة الأولى واللي كانت تحت عنوان وتتحدث على موضوع إنسان تغنيف، إنسان معسكر، إنسان تغنيف، إنسان من نوع الهومو إيريكتوس الذي اكتشف أنه عاش منذ 800 ألف سنة قبل الآن. عودة إلى موضوع الحلقة الأولى، الحلقة الماضية، في معلومة يعني كنت نسيتها وما حكيتهاش لخوتي، يعني معلومة تفصيلية على حدث اكتشاف هذا العظام وهذا الإنسان، هذا النموذج الإنساني الذي يمثل الحياة البشرية في شمال إفريقيا عموما وفي الجزائر خصوصا التي تمتد إلى هذا العمق التاريخي البعيد جدا اللي هو 800 ألف سنة. فبحيث أن هذا الاكتشاف، تم اكتشاف هذه الآثار في هذه المنطقة، منطقة تغنيف بمعسكر، في الحقبة الاستعمارية، في فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتحديدا سنة 1945 من طرف باحث فرنسي يدعى كامي إيرنبرغ. هذا الباحث الفرنسي اكتشف هذه العظام، وهي أجزاء من عظام جمجمة، وتم تحديد نوع هذا النوع الإنساني بأنه هومو إيريكتوس، وتحديد عمره بنحو 800 ألف سنة. هذه العظام وهذه الأجزاء من الجمجمة لا تزال معروضة الآن في أقبية متحف الإنسان بباريس. هذا فيما يخص معلومة يعني ضلت منا ونسيناها ونسيتها تحديدا في الحلقة اللي فاتت. على كل موضوعنا اليوم خوتي هو موضوع يعني أرضية، نقدر نسموه أرضية معرفية لا بد منها قبل الاستمرار وخوض في الحديث عن الأحقاب التاريخية التي مرت على الجزائر وشمال إفريقيا. لا بد من هذه الأرضية، وهي أرضية نحاول نبسط فيها بأشكال وبنموذج مصور، نحاول ببساطة إظهار ومقارنة هذه الأحقاب، لأنه في العادة الإنسان خصوصا الإنسان الغير دارس للتاريخ وإنسان اللي ما يكونش عنده اطلاع مسبق سوف يتيه بين الأرقام، بين آلاف سنين وعشرة آلاف سنين ومئة ألف سنين وحتى الملايين، ولا يستطيع أن يقدر تقديرا دقيقا تفاوت الزمن وعمق التاريخي لهذه الأحقاب، وأنه يفرق ما بين الأمد البعيدة والأمد القريبة. في هذا النموذج المبسط اللي رانا مبين هنا خوتي، اللي مبين يعني في هذا الشكل، إخواني وأخواتي، إنه نحاول أن نبسط وفي أشكال وفي في في رسم جرافيكي، في جراف بسيط توضيح إنه هذه الأماد بعيدة وبعيدة جدا، كيف أنها موغلة جدا في القدم. نتحدث على وجود إنساني كما هو الآن، والموضوع اللي حكينا عليه في الحلقة الماضية، إنسان تغنيف أنه يمتد إلى 800 ألف سنة قبل الآن، فهو موضوع بعيد جدا، في يعني يغور في أعماق التاريخ. وقبل ذلك، قبل حتى 800 ألف سنة، الوجود الإنساني عبر الآثار الموجودة في عين الحنش في سطيف وغيرها من الأماكن تؤكد أنه الوجود الإنساني والحياة الإنسانية، يعني طبيعة الحال بالآثار الموجودة، الآثار العظام والآثار الأعمار الحجرية والأدوات الحجرية التي بقيت ولا زالت منذ تلك الآماد البعيدة، تؤكد أن الوجود الإنساني أبعد من 800 ألف سنة، بل يصل إلى 1,800,000 سنة. فلنتخيل البعد والعمق التاريخي في هذا الاتجاه. فهذا النموذج ماذا يبين؟ يبين بكل بساطة أن الوجود الإنساني العاقل اللي هو الهومو سايبنس تحديدا، وهم أجدادنا والنوع الذي ننتمي إليه نحن، ظهر للوجود منذ 300 ألف سنة فقط، وهو لا يصل حتى إلى نصف هذه المدة الطويلة التي عاش فيها إنسان تغنيف في شمال إفريقيا. 300 ألف سنة لماذا؟ لأنه في حلقة مقبلة إن شاء الله سوف نتحدث عن الاكتشاف المذهل
الذي حدث هذه السنة في 2018، اكتشاف دي ان ال، اكتشاف يا ربي ليس هذه السنة، في السنة المدة الأخيرة يعني، اكتشاف في المغرب الشقيق، اكتشاف أنه الجنس الإنساني هومو سايبين سايبين، أجدادنا كانوا يعيشون في شمال إفريقيا، في المغرب تحديدا، وبالضرورة يعني في شمال إفريقيا عموما، كانوا يعيشون منذ 300 ألف سنة، على عكس تقديرات الغربية التي كانت تقدر أنه الوجود الإنساني العقل كان منذ تقريبا 200 ألف سنة. فزيادة 100 ألف سنة قد تمت يعني منذ أمد قريب وقريب جدا، هذا مما يؤكد يعني معلومة لازم نقولها الآن، ويعني بديهية هذه، ولا بد يعني أن نقر بها، بأنه لا تزال كل هذه المعلومات معلومات آنية ولحظية ومؤقتة، في انتظار مزيد من الاكتشافات ومزيد من الإثباتات التاريخية. فليست الأمور محسومة كما قلت في إحدى تعليقاتي على الإخوة، هذه الأمور تبقى مجرد نظريات ومجرد أبحاث ومجرد اكتشافات آنية. فكلما اكتشف الباحثون أبحاث جديدة ومكتشفات جديدة وحقائق جديدة، سوف تتغير الكثير من المفاهيم. لذلك في هذه الصورة الأولى، الوجود الإنساني تاع الهومو سايبين الهومو إيريكتوس يمتد إلى 300 ألف سنة، بينما لو ظهور الإنسان العاقل اللي هم أجدادنا على مسرح الحياة لا يتجاوز 300 ألف سنة من الآن. وفي هذه 300 ألف سنة من الآن، الآثار الحقيقية الموجودة لنا الجنس البشري كانت في 100 ألف سنة الأخيرة من هذه المدة الطويلة. كان هذه 100 ألف سنة الأخيرة سوف نبينها ونوضحها في هذا النموذج التالي، هي 100 ألف سنة أخيرة الوجود الإنساني قبل الآن، هذه لحظة الآن اللي رانا فيها نحن الآن، 100 ألف سنة الأخيرة. يلاحظ الباحثون تميز نوع الإنسان هومو سايبينس سايبينس اللي هو نوع له، تميزه عما قبله من الأنواع البشرية هو في مهارة إنتاج الأدوات الحجرية والأسلحة، ومهارة النقش، ومهارة ودقة الأسلحة التي كان يصنعها. والعلماء يعتقدون أن هذه المهارة التي تعبر عن ذكاء وعن قدرة وعن مهارة متميزة في الصنع، هي التي مكنت الإنسان هومو سايبينس سايبينس هم أجدادنا ونوعنا من أن يسيطر على مناطقه ويمتد أكثر ويفرض وجوده على بقية الأنواع وحتى على بقية الكائنات الحية الأخرى في الأرض، ويسيطر بصفة عامة على وجود الأرض. فهذه الملاحظات اللي لاحظوها العلماء في الأدوات اللي خلاها أجدادنا القدماء جدا منذ 300 ألف سنة أو 100 ألف سنة الأخيرة تميزهم عن باقي الأنواع البشرية الأخرى. في هذه 100 ألف سنة الأخيرة هناك متى ظهر الليغرافير اللي سمحنا الليغرافير، الرسومات على الجدران والرسومات والنحوت على الصخور التي ميزت كذلك، التي تميز بها الإنسان العاقل اللي هم أجدادنا عن بقية الأنواع الأخرى، ظهرت منذ 30 ألف سنة فقط، يعني أقل من نصف المدة هذه الطويلة اللي عاشوا فيها واللي خلوا فيها آثار الإنسان العاقل. يعني منذ 30 ألف سنة ظهر الرسم والرسم على الجدران والآثار في الكهوف والفن، ما يعرف ببدايات الأولى للفن الإنساني، ظهرت منذ 30 ألف سنة. متى ظهرت الحضارة؟ ظهرت الحضارة وكل ما نعرفه من التاريخ تقريبا المكتوب في 10,000 سنة الأخيرة من هذه المدة، يعني قبل 10,000 عام ظهرت كل ما نعرفه من الأمور الحضارية، وهو تاريخ قريب وقريب جدا إذا ما قورنا بالمرحلة القديمة اللي نحكي عليها منذ 800 ألف سنة. فعشرة آلاف سنة الأخيرة هي بهذا الشكل اللي ظهر فيها تقريبا كل معالم الحضارة والتحضر الإنساني. 10,000 سنة الأخيرة للتذكير، فإنها مرحلة نهاية آخر عصر جليدي مر على الأرض، فكانت نهايته منذ 10,000 سنة. ولهذا ونهاية العصر الجليدي كما يعتقد العلماء أنها كان لها تأثير كبير في هذه الطفرة اللي هي ظهور الحضارة.
أول شيء ظهر يعني وتميز به الإنسان العاقل وأجدادنا وهو تدجين الحيوانات. يعتقد العلماء أنه حدث نحو ما بين 8000 و9000 سنة قبل الآن، يعني تدجين الحيوانات من أبقار وغنم ودجاج وإبل وخيول وكلاب وما إلى ذلك، كل الأنواع الحيوانية التي تم تدجينها تمت في هذه المرحلة. وهذه خطوة قفزة نوعية قام بها الإنسان بعد ما كان يبحث ويركض خلف الحيوانات ليصطادها، أصبح يربيها ويستفيد من منها ومن لحمها ومن جلودها وما إلى ذلك وألبانها وإلى ذلك. فمرحلة التدجين كانت نقلة نوعية في المرحلة الحضارية والتاريخ الحضاري للإنسان العاقل لأجدادنا. بعد ذلك بقرب 1000 سنة أو 2000 تقريبا ظهرت أولى محاولات الزراعة أو الاستنبات والحرث عند الإنسان، واكتشف المصدر الثاني للرزق وهو مرحلة الزراعة. بعد ما كان الإنسان البدائي، الإنسان في العهد الحجري في العصور الحجرية القديمة، يعيش ويقتات بالصيد وبجني الثمار، أصبح في هذه المرحلة بعد 8000 و7000 سنة أصبح يربي حيواناته ويزرع غذاءه. ونتيجة لذلك بعد 1000 عام تقريبا ظهرت، يقول العلماء على حسب تقديراتهم، ظهرت أولى التجمعات البشرية وتشكلت أولى القرى البدائية والمدن البدائية نتيجة لهذا الاستقرار. بعد ما كان الإنسان البدائي رحال طول وقته، مال بعد الزراعة وتدجين الحيوانات إلى الاستقرار أكثر وإلى التجمع أكثر في تكتلات وفي قرى وفي مجتمعات نحو 6000 سنة قبل الآن. بعد ذلك يعني كانت هذه التجمعات البشرية الأولى والتي كانت في العموم حول الأنهار وحول مصادر المياه العذبة كالبحيرات والأنهار، بعد قرنين أو بعد 2000 سنة عفوا و3000 سنة تقريبا ظهرت نتيجة لذلك أولى أشكال الحضارات المعروفة لدينا الآن منذ 4000 عام، يعني تحديدا ظهرت في 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 بلاد ما بين النهرين، يعني في منطقة العراق حاليا، وكذلك في في في, في حوض في حوض نهر النيل، وبدور الحضارات ما بلادنا ما بين النهرين الأولى والحضارة المصرية تقريبا يعني بكل تأكيد. فمنذ 4000 سنة ظهرت أولى أشكال الحضارات، أولى أنواع الحضارات التي امتدت فيما بعد 2000 سنة. هذه 2000 سنة الأخيرة، يعني 2000 سنة منذ ميلاد السيد المسيح عليه السلام، هذه هي المرحلة الأخيرة التي نعرفها هي منذ 2000 سنة تقريبا. فلذلك من خلال هذا النموذج نستطيع أن نقدر كم هو قريب، كم نحن قريبي عهد بالتاريخ الذي نتعاطاه ونحكيه. يعني حتى تاريخ الأنبياء في العموم اللي نقراوهم واللي معروفين عندنا بتقديرات العلماء، يعني وهي تقديرات يعني قد لا تكون يعني جازمة ودقيقة، وإنما تقديرات يقدرون أنه يعني سيدنا نوح عليه السلام، العلماء الغربيون تحديدا ولأنهم يدرسونهم في دراستهم للتوراة والإنجيل يقدرون تاريخه بأنه كان نحو 3000 قبل الميلاد، يعني بعد هذه المرحلة بعد 4000 3000 قبل الميلاد، ويعتقدون أنه كان في يعني في 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 مرحلة الحضارة السومرية وكان في العراق. كذلك سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام يقدرون أنه كان ما بين 1400 أو 1400 قبل الميلاد في تلك المرحلة، يعني نوعا ما يقدرون. كذلك سيدنا موسى يختلفون في اختلاف، ولكن يرجحون أنه كان ما بين نحو 1200 قبل الميلاد، يعني في مرحلة الفرعون رمسيس الثاني في مصر وما إلى ذلك. 1000 قبل الميلاد كانت 1000 أو 900 سنة قبل الميلاد كانت مرحلة سيدنا داود وسليمان وما إلى ذلك. يعني تقريبا أغلبية المسار التاريخي والذكريات التاريخية التي تختزنها الذاكرة الإنسانية تعود في أغلبها إلى هذه المرحلة، يعني في 10000 سنة الأخيرة من الآن. لذلك عندما نعود إلى الأحقاب هذه الماضية 100000 سنة و 30000 سنة وحتى إلى 800000 سنة، فنحن نغوص عميقا في أعماق التاريخ
البشري. فنتمنى إخواني أخواتي أن هذه الأرضية وهذه الحلقة تكون ممهدة لما هو قادم إن شاء الله. في كل مرحلة غادي نحكو على حقبة من هذه الأحقاب، ومع استحضار هذا النموذج وهذا الترتيب التاريخي لنمر معها ومن خلالها مرحلة مرحلة، ونتعرف في كل مرحلة على معلومات جديدة بإذن الله. في الأخير هذه تحياتي أنا مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن.